بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والسعادة والصحة والجمال على كل متابعين قناة الصحة والجمال ومتابعين برنامج بيت أميرة. يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. النهاردة حلقة جديدة من برنامج بيت أميرة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. معاكم مقدمة البرنامج أميرة شعلان، ومعايا اللي منوراني ومشرفاني دايما ومتعاني باكلاتها الجميله الشيف نجلاء موسى. منورانا يا شيف. اهلا يا استاذه اميره. صباح الخير. بقى صباح الورد عليكي. صباح الخير وصباح الخير وصباح الفل على كل متابعين قناه الصحه والجمال، وتحياتي للحاجه مها مرسي. الحاجه مها منورانا النهارده ومشرفانا. ربنا يخليك. النهارده ان شاء الله طلب مني ما اعملش اكل، يعني طلب مني حلقه صوصات يعني، فانا هعمل برضو مش هعمل حاجات كتير، انا هعمل صوص الكاتشب وهعمل المايونيز وهعمل الكرميل الطوفه. فان شاء الله هنبدا مع بعض بالكاتشب. هقول سريعا كده المكونات بتاعتي، ويا ريت المكونات بتاعت الكاتشب تنزل على الشاشه. تمام. طبعا في كاتشب حراق وكاتشب مش حراق، ده اختياري وكل تمام. واحد وطريقته. بتجيب 2 كيلو كاتشب و2 كيلو طماطم. لا مش هنجيب كده كاتشب بقى، عشان كل الاطفال بقى كلنا كبار وصغيرين بنحب الكاتشب، وجنب كل الاكل بنحب الكاتشب. الكاتشب مكوناته سهله وبسيطه، هو عباره عن طماطم ونشا وسكر وملح وخل. تمام. ومعلقه صلصه كده علشان ندمج الصلصه بتاعتنا يعني. تمام. لازم الطماطم تكون يعني جامده وتكون حمراء وتكون ملحمه وتكون صحتها كده كويسه. تمام. يعني ما تكونش عينها وجعاها بمعنى الاصح، لازم تكون كده يعني ايه في منتهى الجمال. بنضرب الطماطم في الخلاط عادي وبنصفيها عشان البذره والقشره طبعا. وبعدين بنحطها تتسبك خالص على النار. وانا علشان وقت البرنامج انا عملت الخطوه دي اهي من قبل الهوا، سبكت الطماطم لما وصلت معايا لكده. تمام جميل. ماشي. تمام. سبكت الطماطم لما وصلت معايا لكده. خلاص انا هنا هحط بس معلقه، هحط شويه صلصه اهي. لسه كنت هقول لك الخطوه دي برده، كده بتحطي صلصه معاها علشان تحمر عشان تدمجها برده شويه. وممكن ما تحطيش على فكره. تمام. ممكن ما تحطيش، ممكن تستغني عن الخطوه دي لو حبيتي يعني، ما فيش تمام. مشكله. تمام. انا بحب ان انا احط شويه صلصه ادمج ادعم اللون، خصوصا لو الطماطم مش حمرة كويس يعني قوي. تمام. فبدعم بس اللون معايا كده مش اكتر. طبعا. وبحط بقى معايا هنا شعره ملح. لازم نحط شويه ملح، مش عشان هنحط سكر ما نحطش ملح، الملح بيعادل السكر على فكره. لازم نحط شويه ملح. طبعا. شعره صغيره مش كبيره. في ناس بتحب تحط منكهات يعني، في ناس بتحب تحط توم باودر، بصل باودر. انا لا مش حابه احط منكهات، انا حابه اسيبه كده على طبيعته علشان يبقى زي المظبوط. ومعايا بقى هنا هنحط ايه، احنا قلنا 2 كيلو طماطم، عليهم كوبايه سكر، عليهم كوبايه الا ربع خل، عليهم ذره ملح، عليهم معلقتين نشا. بندوبهم كده في شويه ميه وبنقلبهم. احط السكر بعد ما كميه السكر قد ايه؟ انا قلت كوبايه، ويا ريت المكونات تنزل على الشاشه علشان المتابعين يشوفوا المكونات. هي لسه مش جاهزه، بس ثواني شويه وهننزلها. تمام تمام. انا كده خلاص سبكت الطماطم وحطيت السكر بتاعي والملح، وهحط اهوت كوبايه الا ربع خل. وعلى فكره الخل ده ممكن لو بتحبي المزازه فيه اكتر زودي، كمليها الكوبايه عادي مفيش مشكله يعني. بس هتسيبيها تسبك شويه، هسيبها تغلي غلوتين. تمام. وهحط بقى كمان معلقه نشا معايا كبيره. تمام. هدوبها في شويه ميه وهدعمها بيها علشان السمك بتاعها، عشان طبعا تدي السمك اللي انت بتشوفيه اللي هو الطبيعي بقى. طبعا جميل. ولا بنحط ماده حافظه ولا بنحط اي حاجه، هنسيبها بقى تتسبك كده شويه مع بعضنا، وبعدين هنحط النشا وبعد كده هنوريها لكم. اتفضلي. تاني بقى ولازم ويا ريت ارقام التليفونات، يا ريت ارقام التليفونات تنزل على الشاشه عشان الناس حبايبنا اللي بيحبوا يكلمونا. خلاص حبايبك ناس موصين. وفي كمان حاجه قبل ما انساها عشان ما حدش يزعل مني، في حد موصيني ادعي له على الهوى، وكل اللي يشوفنا يامن معانا ويقول امين. ربنا يا رب، اللهم امين، يا رب يشفي كل مريض ويحوش البلاء عننا جميعا يا رب. يا رب. وربنا يكرم كل الناس كده ويصلح حال الجميع. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اتفضلي. دعوه عامه يا رب يا رب كل اللي معانا يامنهم، وكل الناس اللي شايفانا تامن يا رب.
دلوقتي احنا معانا الاستاذه، ولا هنقول الحاجه، الحاجه مها مرسي. دايما بتمتعنا بنفحاتها الطيبه، النفحاتها الربانيه، ومنورانا بالاستوديو والله، وما شاء الله يعني حباكي جدا، وان شاء الله باذن الله الحلقه هتكون جميله جدا باسلوبك الراقي دايما. ربنا يخليك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علي افضل الصلاه والسلام. اول حاجه اشكر ربنا، ثم الله أكبر أستاذة أميرة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ولله الحمد. فعلا من تواضع لله إيه رفعه، ومن إيه تكبر ودعا الله. وأذكر الشيفة بسم الله ما شاء الله نجلاء، اللي الريحة طالعة علينا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. وسوس يعني الله أكبر ولله الحمد، أمال لو أكلك اللي يحصل إيه؟ لا أنت ما شفتيش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا الله أكبر ولله الحمد، أبدأ بقى بقصيدة للإمام علي كرم الله وجهه، اللي هي ايه؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلام فيها ترك ما فيها. لا ضال المرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسلطنه حتى سكاها بكاس الموت سقيها؟ اموالنا لظلم راس نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدن في الافاق قد بنيت، أمست خرابا ودن الموت دنيها. ولكل نفس وإن كانت على وجلا من المنية آمال تقويها. فالمرء يبسطها المال، والدهر يقبضها القبر، والنفس تنصرها، والموت يطويها. عليه العوض ومن العوض. الدنيا كدابة وفلوسها كدابة وبيوتها كدابة وأموالنا كدابة، حتى الملابس اللي لابسينها كدابة. طب الحياة فين؟ الحياة الموت، لان فعلا الموت علينا حق. صح. من التراب الى التراب، ثم الحساب، فثواب فعقاب. فعيش حياتك لله، تكون احسن خلق الله. ونعم بالله، ونعم بالله. احنا النهارده هنتكلم عن كورونا، وازاي الدين موجود في حياتنا كلها، والدين كمان موجود، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في كورونا. ازاي نتعايش مع الكورونا؟ بسم الله ما شاء الله عليكي، وعليكي اسئله بسم الله ما شاء الله. هو اول مره بس سؤالك جميل قوي يا ابله. المعنى ايه التعايش مع الكورونا يا جماعه؟ الله اكبر. انا لو عندي يقين ان انا ممكن اموت 1% من الكورونا، انا عندي يقين 100% اموت دلوقتي. صح. الله اكبر ولله الحمد. الدليل كل يوم ببعد عن الدنيا قدرا، وبقرب للاخره قدرا. اليوم بينقص ما بهتمش، المال ينقص اهتم. صح. انا صرفت 30، انا صرفت 40، انا صرفت 50. طب واليوم اللي بينقص منك يا شابه؟ زي ما مستنيه العيد الصغير والعيد الكبير، استني موتك. هتموتي. صح. هتموتي. عاجلا هتموتي، اجلا هتموتي، غصب عنك هتموتي. صح. المعنى ايه؟ واحد راح للشيخ ابراهيم ابن ادهم، قال له يا شيخ رغم صلاتي رغم قيامي نفسي بتدفعني للمعاصي. قال له يا عم اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه، ولا باس عليك، بس ليه عندك 5 شروط؟ قال له عزني يا شيخ عزني. قال له إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ. قال له وكيف اختبئ وما بيخفاش عليه خفية؟ صح. قال له خلاص. إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه فوق أرضه. قال له وكيف ذلك وكل الكون كونه؟ صح. قال له خلاص. إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من طعامه. قال له وكيف ذلك وهو يطعمني ويسقين؟ قال له خلاص. إذا أردت أن تعصي الله وجات الملائكة تاخدك، ملك الموت وملك الرحمه وملك العذاب، ما تروحش معاهم. قال له انا ليا سيطره على ملك. صح. الموت لما يجي ياخدني اقول له استنى اما افك الوديعه. انا ليا سيطره على ملك الموت لما يجي ياخدني هقول له استنى اما اجوز البيت. انا ليا سيطره على ملك الموت لما يجي ياخدني هقول له استنى انا هبني الدور الرابع. انا ماليش سيطره عليهم. قال له خلاص. اذا اردت ان تعصي الله وجات الملائكه تاخدك، ما تروحش معاهم. قال له خلاص. اذا اردت ان تعصي الله وجام اداك كتابك بيمينك انكر. قال له اين الكاتبون الشاهدون؟ اين الناطقون؟ تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت. لا يا ابله اميره، استاذه اميره، انا ما بتكلمش كده، ما شاء الله عليكي. الله اكبر ولله الحمد. فعلا من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضع الله. جزاك الله كل خير يا استاذه اميره، اتفضلي. عايزين نعرف هل الكورونا بلاء؟ الله اكبر، طبعا بلاء. طب ايه الدليل؟ أهل البلاء لا يخش لا بنزان ولا دوان، هيخشوا الجنة على طول. وأم أهل العافية لا تمنوا أهل العافية أن أجسادهم اتكردت بمقاريد من كتر محاسنة ربنا لأهل البلاء. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرتفع إلا بتوبة واستغفار. ف
اتفضلي يا استاذه اميره. طب هل برضك البلاء رفع درجات للمؤمن؟ طبعا الله اكبر يعني ولله الحمد. كل ما يكون البلاء اكبر يعني رفع درجات اكبر ولا طبعاً. عايزه افهم برضك. طب يا جماعه الله اكبر، نتفق مع بعض، الله اكبر ان المرض بلاء، وفاه طبعاً. الحبيب بلاء، ظلم الاحبه بلاء، ظلم الجيران بلاء، خساره في الاموال بلاء، الحسد بلاء، الفقر بلاء. طب خساره في الاموال بلاء، لان ربنا اسمه الضار النافع، ضرني عشان ينفعني. تمام، بسم الله ما شاء الله، الله يخليك. طب هل البلاء حب من ربنا عز وجل؟ طبعا الله اكبر ولله الحمد، من حب ربه ابتلاه. المرض بلاء، المعنى ايه يا جماعه؟ الله اكبر ولله الحمد. واحد راح لشيخ قال له يا شيخ كم نعصى الله والله لا يعاقبنا؟ قال له كم يعاقبك الله وانت لا تدري؟ قال له ازاي؟ قال له الم يسلب منك حلاوه المناجاه؟ انت لو مريضه تقول يا رب اشفيني. صح. لو عندك هم تقول يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب المضطرين، يا ارحم الراحمين، يا رحمن الدنيا ورحمها، ارحمني رحمه تغنيني بها عن رحمه من سواك. الم تسمع قول الله تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وانت ما تحركش فيك حاجه؟ الم تات عليك العشره من ذي الحجه والسته من شوال وشهر رمضان، وانت ما تقومش بطاعتهم كما ينبغي؟ الم يشغل لسانك عن ذكره؟ ألم يشغلك بالغيبة والنميمة دي راحت فين وجت منين؟ ألم الله أكبر يشغلك بالفضول في التدخل فيما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه؟ احذر يا بني من العقاب غير محسوس، بل من كان محسوس أهون بما كان غير محسوس. طب هنا المرض بلاء، حبيبك ربنا بينادى على الملائكة ويقول يا ملائكتي قيدت عبدي بقيد من قيودي، أنا اللي مرضته، فإن قبضت روحه غفرت له، وإن عفيته فحينئذ لا ذنب له. الله أكبر ولله الحمد. وهنا حبيبك ربنا قال عايز تجدني تجدني عند المريض، ما سألتيش نفسك تجد ربنا عند المريض ليه؟ لأن المريض على وجه المطاعة، لو ما قالش يا رب شفيني باللسان بيقولها بالقلب، إن اتعوج كده يا رب شفيني، اتعدل كده يا رب شفيني، شرب شوية شوربة يا رب شفيني. طبعا أنا ببص للشفاء إيه؟ الله أكبر على أساس الشوربة. جزاك الله كل خير. ربنا يخليك. طب أنا لو عندي ذنوب كتيرة، هل ربنا بيتقبل مني يعني عند الاستغفار؟ الله يعني واجب الاستغفار بقى عزيزي. طبعا الاستغفار ده يا جماعة الله أكبر، إحنا مغيبين، حبيبك ربنا شرط عليك شرط بس إحنا مغيبين عنه. قال إيه؟ قال لك لو عملت كذا أديك كذا، ولو عملت كذا أديك كذا. قال لك يا ابن آدم لو استغفرتني كنت سمعك الذي تسمع به، ولسانك التي تتكلم به، ويديك التي تبطش بها، ورجليك التي تمشي بها. يا جمالك يا رب، يا سبحان الله، يا حبيبي يا رب. اللهم صل على النبي. الاستغفار قوة دفع بلاء عنك وعن عيالك وعن بيتك. الاستغفار الله أكبر يديك علم بلا طلب. الاستغفار يديك غنى من غير مال. الاستغفار يديك عشيرة من غير جماعة. الاستغفار يديك أنس بلا جماعة، تقعدي مع حبيبك ربنا. علي ربنا يكرمك يا رب. انا بجد مبسوطه بيكي ومبسوطه بالحلقه بتاعتك، بجد انبسطت بيكي، وكمان يعني صوتك فيه رهبه كده وحاجه جميله يعني. وعايزه اقول حاجه يعني حاجه روحانيات جميله فعلا. وعايزه اقول حاجه يا جماعه، الله اكبر ولله الحمد للي يعني بيسمعني. الله اكبر الامام، الله اكبر ولله الحمد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ قال لو نزلت صاعقه من السماء على المستغفر ما يسوب شيئا منها. فاحنا الاستغفار دي يا جماعة إذا ذكرت الله طهر القلب، وإذا طهر القلب رق جات له رحمة، وإذا رق ذاق حلاوة الإيمان، وإذا ذاق آفاق، وإذا آفاق اشتاق لمقابلة ربنا، وإذا اشتاق اجتهد للصلاة والعبادة، وإذا اجتهد هبت عليه الجنة. مبروك عليك الجنة يا أستاذة أمير. ربنا يخليك يا رب. يعني دعوة جميلة منك، وانت أصلا أسلوبك جميل، وإن شاء الله تنورينا بحلقات كتيرة إن شاء الله. تحب تقولي إيه بقى في الخاتمة يعني؟ الخاتمة الله أكبر، لازم نختم الله أكبر بختم مجلس. المعنى إيه؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. جزاك الله كل خير يا رب. متشكرة لحضرتك الله جدا. الله يخليك. نشوف برضك الشيف خلصت ولا عملت الله ايه؟ الله أكبر. عملت ايه يا شيف بقى النهارده؟ بسم الله ما شاء الله. الحمد لله
الكاتشب بتاعنا طالع اهو خلاص، يا ريت الكاميرا تجيبه كده. بسم الله ما شاء الله. تمام. وهو ده القوام بتاعه. تمام. ما يعني ما بيكونش اخف من كده ولا اتقل من كده. حطيت النشا؟ انا حطيت معلقه نشا كبيره، معلقه من بتاع الاكل كده، بدوبها بشويه ميه وبحطها عليه، بقلبه خلاص خلص الموضوع. خلاص. هو طبعا برضك معانا على الشاشه، هو طبعا تمام. دي مقادير الكاتشب يا جماعه. ايوه مقادير الكاتشب اهي، 2 كيلو طماطم، علشان حتى ما نجيبش الكاتشب سكر. اللي هو من بره بيبقى فيه مكونات كتير وفيه مواد حافظه تمام. وكوبايه خل، ولو عايزه تقللي الغلطه يعني مزازه الخل شويه حطي كوبايه الا ربع، ده اختياري. تمام. وطبعا معانا نص معلقه ملح، وكمان معانا نشا حسب الاحتياج. تمام. دي المقادير بتاعه الكاتشب. وهو كده وهو سخن، بس هو طبعا لما هيبرد هو طبعا لسه، انت عارفه انت عارفه النشا هتمسك بقى شويه لما يبرد. هو كده سمكه اهو ما شاء الله. تمام. وده اللي انا عاملاه قبل الهواء اهو. جميل برضه. بصي لما برد بقى عمل ازاي؟ صح، ولون حتى نفس اللون، تحس ان هو لون واحد. بسم الله ما شاء الله. بس حظنا بقى في الكاتشب. حظك في الكاتشب. لا يا ام محمد، المره الجايه ان شاء الله نبقى عاملين حاجات دسمه. نورتينا والله، ربنا يخليكي. ما شاء الله على روحك. وكانت الحلقه كده فيها روحانيات حلوه وكانت جميله. تسلمي. ربنا يجازيكم خير. تسلمي يا رب. احنا دلوقتي هنطلع فاصل، ومن الفاصل هنرجع تاني. اوعي تروحوا في اي حته.